ومثل ما أنا شايفين يا شباب هيك صار عندي 3 لابتوبات 4 لابتوبات 5 لابتوبات عليهم نفس الويندوز نفس البرامج نفس كل شيء حتى تقطيعات الهارد نفسها. مرحبا شباب، جونا 3 لابتوبات وبدنا ننزل عليهم نفس النظام ونفس البرامج، وعادة هذا الأمر بيصير بالبنوك بالشركات الخاصة بالمعامل بالمدارس، بدهم جميع اللابتوبات عليهم نفس النظام ونفس البرامج، وإذا بدي ثبت نظام التشغيل مع التعريفات مع البرامج على كل لابتوب لوحده رح يأكل معي وقت طويل جدا. شو الطريقة لحتى ثبت نظام تشغيل واحد مع التعريفات مع البرامج اللازمة على لابتوب واحد واستنسخه مثل ما هو على بقية اللابتوبات؟ بهذا الفيديو رح نتعرف على الطريقة. بداية أصدقائي، بشغل أول لابتوب عندي وبتأكد من إعدادات البيوس، وهي الإعدادات اللي بالبيوس على أول لابتوب رح تنطبق على جميع اللابتوبات الثانية اللي بدي ثبت عليها نفس نظام التشغيل ونفس البرامج. وطبعا أكيد يا شباب أنا هذا اللابتوب كونه حديث رح نزل نظام التشغيل بنظام الـ UEFI، يعني ما حاختاره لوجيسي وإنما UEFI، بالتالي هذا الشيء ينطبق على الهارد ديسك انه يكون GPT وليس MBR. هي ملاحظة مهمة جدا لازم نكون بصورتها. وبعد ما قمت بتثبيت النظام والتعريفات الخاصة فيه والبرامج كاملة مع تفعيلها جميعا وتأكدت انه شغالة 100% وما عندي اي رسائل خطأ، بنتقل للخطوة الاولى اللي هي اخذ نسخة احتياطية عن هذا النظام. لأخذ نسخة احتياطية عن هذا اللابتوب يا شباب، بالبداية بقوم بإطفاء الجهاز وبحضر فلاشة DLC Boot 2017 أو 2023 لأنه بتحتوي على برنامج الأكرونيس ترو إيميج، وهذا هو البرنامج اللي رح قوم عن طريقه بأخذ نسخة احتياطية ومن ثم فردها على جميع اللابتوبات. وأكيد رح حضر مع الفلاشة هارد خارجي، تمام، بغض النظر عن الحجم الخاص فيه، ولكن بأقل تقدير لازم يكون حجمه بحدود 500 جيجا، لأنه رح قوم بأخذ النسخة الاحتياطية على هذا الهارد الخارجي. ومثل ما أنا شايفين أصدقائي، بقوم بوصل ماوس خارجية بوصل الهارد الخارجي وبوصل فلاشة DLC Boot مع الهارد الخارجي على نفس اللابتوب لحتى قوم بالتشغيل هلأ مباشرة وباشر بأخذ النسخة الاحتياطية. بداية قوم بتشغيل اللابتوب ومن ثم بالضغط المتكرر على زر F9 اللي هو خاص بلابتوبات HP لحتى ادخل على البوت منيو. طبعا باقي اللابتوبات بيختلف زر البوت منيو، فمثلا جهاز الديل عن طريق F12، اجهزة اخرى عن طريق FN مع F12، كل جهاز بيختلف بطريقة البوت منيو الخاصة فيه. وكونه هذا الجهاز بيدعم نظام اللوجيسي واليو اي اف اي بنفس الوقت، رح ادخل على الفلاشة عن طريق نظام اللوجيسي. طبعا بامكانك الدخول عليها عن طريق نظام اليو اي اف اي، ولكن انا بدي ادخل على برنامج الاكرونيس ترو ايميج. بيطلع لي قرص الاقلاع الخاص بالدي ال سي بوت وبنتقل لعن خيار الباك اب اند ريكفري وبضغط على انتر، ومن ثم بيطلع لي عدة إصدارات عندي هون للأكرونيس ترو إيميج 2011 2014 2020. ما عندك أي مشكلة تختار أي إصدار بدك إياه، وبإمكانك تحميل الأكرونيس ترو إيميج لوحده على فلاشة، بإمكانك تحمله عن طريق الإنترنت وتحرقه لوحده على فلاشة، ولكن أنا بستخدم أسطوانة الإقلاع DLC Boot لأنه بداخلها عدة برامج للصيانة. بختار أكرونيس ترو إيميج 2020، بأقلع معي برنامج الأكرونيس ترو إيميج بهذا الشكل. مثل ما ملاحظين عندي الهوم هون فيها باك أب، بضغط عليها. عندي هون الخيار الأول ديسك أند بارتيشن باك أب، يعني بإمكاني أخذ نسخة احتياطية عن قطعة معينة من الهارد أو عن الهارد كاملا، بأخذها إلها. مثل ما ملاحظين رح تطلع لي جميع الهارد ديسكات الموصولة بهذا اللابتوب. أول شيء الهارد ديسك الأساسي اللي عليه الويندوز ونظام التشغيل وتقطيعات الهارد كاملة. الديسك الثاني اللي هو 1 تيرا اللي هو الهارد الخارجي رح أعمل عليه النسخة الاحتياطية. وأخيراً عندي الفلاش ميموري اللي عليها DLC Boot. طبعاً أنا اللي بدي أخذ عنه نسخة احتياطية اللي هو الهارد ديسك الأساسي تبع اللابتوب. رح اختار الهارد بجميع قطعاته، يعني رح أوضع إشارات صح على الجميع، وأكيد ما رح أخذ ولا إشارة صح على أي من الهارد الخارجي أو الفلاش ميموري، فقط الهارد الأساسي اللي بدي أخذ عنه نسخة احتياطية بجميع قطاعاته. بضغط على التالي Next. عم يقول لي وين حابب تحفظ النسخة الاحتياطية، أكيد أنا رح أحفظها بالهارد الخارجي. براوز، منلاحظ أنه الهارد الخارجي عندي هون اسمه External، رح أوضعها بداخله بهذا المكان، بضغط وبسمي النسخة الاحتياطية، فمثلا أنا رح سميها 2024 مثلا،
أو 2025. بغض النظر فيك تختار الاسم يلي بدك يا وبتضغط على موافق، تضغط على التالي. بهذا المكان رح يقلك شو هنن القطاعات اللي رح ياخد عنهن نسخة احتياطية بشكل عام. بمجرد الضغط على عبارة بروسيد أو المعالجة مباشرة رح يبدأ بأخذ النسخة الاحتياطية عن الهارد كاملا يلي بداخل هذا اللابتوب مع قطاعاته، بيوضعها على الهارد الخارجي. بعد ما انتهى من أخذ النسخة الاحتياطية كاملا، بوضع لابتوب تاني لحتى أفرد عليها النسخة الاحتياطية. إذن اللابتوب اللي أخذت عنه النسخة الاحتياطية أزلته على جنب، وهلأ وضعت لابتوب جديد. في ملاحظة مهمة جدا قبل فرد النسخة الاحتياطية، أحيانا قد يكون الهارد الداخلي باللابتوب الجديد مقطع بنظام الـ MBR، وأنا أساسا ثبتت الويندوز على اللابتوب الأول نظام GPT، بالتالي أنا لازم أقلب نظام الهاردات لـ GPT اللي موجود بهذا اللابتوب الجديد. بستعين ببرنامج موجود بخيار البارتيشن تولز، فوت عليه وبنزل لتحت شوي وبختار الميني تولز بارتيشن ويزارد. بداخل هذا البرنامج أدوات بإمكاني التعديل على الهاردات فيها، بختاره، بيفتح معي برنامج البارتيشن تولز بهذا الشكل وبيعطيني جميع الهاردات المتصلة بهذا اللابتوب. ملاحظة مهمة جدا، هي الخطوة ما لها ضرورية إلا إذا واجهت مشاكل بفرد النسخة الاحتياطية. برجع بعيد، هاي الخطوة ما لها ضرورية إلا إذا واجهت مشاكل بفرد النسخة الاحتياطية. طيب، مثل ما أنا ملاحظين عندي الهارد الخاص باللابتوب اللي هو GPT، شايفين هو GPT، إذا أموري بخير، أنا مالي بحاجة لهذا البرنامج. ولكن قد يكون بحالة الـ MBR، لفرض لو كان بحالة الـ MBR بضغط زر يميني عليه، تمام، ومنلاحظ هون في عبارة اسمها Convert GPT to MBR، حاليا هي GPT to MBR، ولكن لو كان في عندي مشكلة كانت رح تكون Convert MBR to GPT، MBR to GPT، إذن رح تتحول لنظام GPT، تحولها لنظام GPT وبفرد النسخة الاحتياطية. طيب، ملاحظة مهمة جدا، إذا كان العكس، أنا عندي لابتوبات كلها نظام MBR، بقلب اللابتوب الجديد لنظام MBR. بالتالي أنا بستعين ببرنامج الميني تول بارتيشن لتغيير نوع الهارد GPT أو MBR حسب اللابتوب الأول اللي أخذت عنه النسخة الاحتياطية. وهلأ ضمن اللابتوب الجديد اللي هو فارغ ما في عليه أي معلومات نهائيا، رح أفرد النسخة الاحتياطية اللي موجودة عندي على الهارد الخارجي. هلأ رح أختار ريكفري، ما رح أختار باك أب، رح أختار ريكفري، بدي أفرد النسخة الاحتياطية. منلاحظ أنه من تلقاء نفسه طالع لي إياها بهذا المكان مباشرة. لنفرض أنه ما طالعها، في عندي براوز بهذا المكان وبختارها بشكل يدوي، تمام، في حال أنه ما أقدر أدوري بختار هارد الاكسترنال وبختار النسخة الاحتياطية وبقول له موافق وبيطالع لي إياها مباشرة. بضغط عليها بالزر اليميني وبختار عبارة ريكفري. رح يقول لي بهذا المكان هل حابب أنت تعمل ريكفري على كامل الهارد أو على كامل القطاعات ولا لفايلات معينة؟ لا، أكيد أنا رح أقول له على الهارد كاملا. بختار أول خيار وبضغط على التالي. بهذا المكان عم يخبرك أنه تم أخذ النسخة الاحتياطية بتاريخ معين اللي هو 11، تمام، بضغط عليها فقط وبنلاحظ انه طلع لي تاريخ هون مثل ما هو وبضغط على التالي. هون رح يعطيني جميع القطاعات الخاصة بالهارد ديسك اللي موجودين على هذا اللابتوب، تمام، كونه مقطع سابقا بإمكاني علمهم كلهم، رح ينزلوا كلياتهم، او بإمكاني عن طريق الميني بارتيشن تولز اللي شفناه قبل شوي عيد تقطيع الهارد وخليه شقفة واحدة، بالتالي رح يفرد جميع القطاعات هي عليه. اذا رح اختار الديسك بالكامل وضغط على التالي. هون بيعطيني اختار الهارد ديسك الخاص باللابتوب اللي بدك تفرد عليه النسخة الاحتياطية. اكيد انا رح اختار هارد الـ500، لانه طبعا رح يكون في عندي هارد الواحد تيرا اللي بقلبه النسخة الاحتياطية، وفي عندي الفلاش ميموري اللي عم اخلع عن طريقها. بختار الهارد ديسك وبضغط على التالي. طبعا رح يعطيني رسالة تحذيرية انه رح يقوم بتقطيع الهارد ورح افقد جميع البيانات اللي موجودة على الهارد الخاص باللابتوب الجديد، تمام، هي ملاحظة مهمة جدا لانه رح يعيد التقطيع من البداية. بضغط على موافق وبيبدأ فرد النسخة الاحتياطية تلقائيا من تلقاء نفسه. وطبعا مثل ما أننا ملاحظين أنا مقطع الهارد قطعتين سي ودي فقط اللي هي على اللابتوب القديم، ورح تصير مثل ما هي على اللابتوب الجديد. بضغط على موافق، هون رح يعطيني عبارة بروسيد اللي هي المعالجة وفرد النسخة الاحتياطية، وعم يرجيني أنه كيف رح يتحول الهارد للقطاعات التالية، وبمجرد الضغط عليها رح يبدأ فرد النسخة الاحتياطية.
ومثل ما انا شايفين يا شباب هيك صار عندي 3 لابتوبات 4 لابتوبات 5 لابتوبات عليهم نفس الويندوز نفس البرامج نفس كل شيء حتى تقطيعات الهارد نفسها. شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.